بالحلقة الجاية. بدك تشتغلي مشان تشتتي الأولاد؟ أنا مستحيل أعمل شيء إذا كان بيضر أولادي. هيك لك؟ إيه هيك، يا أما بعمل اللي بيريحني أو باخد أولادي وبروح. عليا، كأنك مو مرتي، ليش أنت بعيدة عني هيك؟ خلينا نأجلها للوقت المناسب. شو فكرتيني مجنون لحتى صدق؟ مين حضرتك؟ أنا الدكتور سمير، ما بقى في عندك رفيق اسمه سمير. عليا، للتنين للسبت 10:30 المساء والتلاتة حلقتين متتاليتين 9:30 المساء على الجريدة.